اليوم حنشتغل شوي شنو اوريجينال سهل التنفيذ، بنشغل على شعر طويل حتى على شعر قصير، بنعمل بطريقه شوي فانكي، موديل مهضوم لكل دوموزيل او ست جريئه بتحب يكون عندها شوي جرأة بشعراتها. بنفصل الشعر اول شيء، بناخد الطبقه الفوقانيه يلي هي ما بنستعملها، بنشتغل بالبارت يلي هو هيدا كله سوا، بنشد الشعر اكيد بلاش سبراي تكون عندنا نظافة بالشغل ويكون ملمع. كمان نفس الشيء من ميل تاني، بنشد الميل التاني وبنربط الشعر تقريبا فوق النص بشوي، على طول بنستعمل هذا المغيط. هذا المغيط ما بيعذب، ما بيكسر الشعر، بنفس الوقت سهل انه ينشال من الشعر وما بيقطش الشعر، لانه بتعرفي الستات روحهم بشعرهم، فحتى ما تكون عم تتعذب هي احلى حل نعمل هي هالمغيطه، مغيطه شنغل. بس للجذور مش اكتر، تاخد شوية فوليوم بالشعر وخلي الطعجة مثل ما هي، حافظ عليها. حتى لو كان عندي شعر طويل مثل شعر الدوموزيل الموجودة بين ايدينا، هلا بقلكم كيف طريقة انه لنخففها لحتى بس ننزلها على الوجه تكون مش تقيلة، بنفس الوقت تعطينا الإفيه اللي نحن عم نطلبها، ما يعطينا شيء أكتر من اللي نحن بدنا إياه. بنقلب الشعر كله لقدام، وبلش طعج بإيدي جعلك الشعر، وأنا هنسه مثل ما أنا بحب. وقد ما فيني بحافظ على البوكلي الموجودين عندي، لاحظوا الشعر عم يركب مثل ما انا بحب اوصل عليه. وهيدا شينيو فرشي كتير اوريجينال، لبسة فانكي، لبسة ستيل شوي ويرد، وعبالها تكمل اللوك تبعولا فيها تضيف عليه اشياء كتير صغيرة مهضومة. هيك بتبين كتير ستايلش. خرجت تكون من أميرات أيام زمان.